أشير رئيس أيضا. أشير إلى شركة الاتصالات الفلسطينية بتعلن صحيح. في بيان انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت تماما عن قطاع غزة مرة أخرى، يعني القطاع اليوم بلا خدمة اتصالات ولا خدمات للإنترنت. وبالتالي وأكرر أيضا أو أنوه للمشاهد الكريم الذي التحق بشاشتنا حديثا بأننا كنا قبل 40 دقيقة من الآن نتابع على الهواء مباشرة تكثيفا للغارات والاستهدافات الإسرائيلية على القطاع، وكان هناك تنويه من مدير مكتبنا بأنها في بيت حنون ومخيم جباليا ومخيم الشاطئ، يعني ما زال الشمال أقصى الشمال في القطاع محل استهداف كبير من قبل الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بهذه الطريقة، أعقبها قطع كامل لخدمة الاتصالات وخدمات الإنترنت، وما زلنا نسمع أصوات القذائف والمواجهات والرشاشات. هذه مواجهات برية، يعني من صوت الرشاشات التي تحدث الآن بأن هناك قصف جوي وهناك تحركات برية على المحاور التي عرفها المشاهد وأصبح يعرفها، المغرقة في وسط غزة أو بيت حنون، بيت لاهية وجبلية في هذه النقطة. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.